الله. لا إله إلا الله. والشهيد حبيب الله. والشهيد حبيب الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بكل شرف وافتخار نقدم كل يوم شهداء أبرار في سبيل الله والوطن. ها هو هذا الشهيد، هذا الرجل، هذا النصر الطائر في سماء ليبيا. أصر وآل على نفسه إلا أن يشارك مع إخوانه الطيارين في الكلية الجوية الذين نغتنم هذه الفرصة لنقدم لهم العزاء الحار في هذا الفقير وهذا المصاب الجلد. إنه رجل من رجالات ليبيا، آل على نفسه إلا أن يشارك إخوانه في أداء المهمات وفي تحرير الوطن من الغزاة والغاصبين. كان أهله داخل مدينة ريان بعد الغزو، وأخبرني زملائه أنه رغم ذلك أصر على المشاركة وعلى الطيران وعلى المشاركة في العمليات بكل رجولة وشجاعة وإباء. تحية لهذا النصر الطائر في سماء ليبيا، ونحن نراه بإذن الله تعالى تحلق روحه في سماء الجنة بإذن الله. يحق لكل الليبيين أن يفتخروا، ويحق لأبناء هذه المدينة أن يفتخروا أن كل دماء أبناء ليبيا انتقت في تراب هذه المدينة. سجي شهداء من أبناء ليبيا من أقصاها إلى أقصاها في هذه المدينة. فيحق لنا أن نسميها بحق مدينة الشهداء، شهداء ليبيا العظيمة، ليبيا الحرية، ليبيا الكرامة الحقيقية التي ننشرها بإذن الله تعالى. نعاهد هذا الشهيد على أننا سنقبل رسالة الفداء والتضحية من أجل ليبيا. نعاهد هذا الشهيد ونعاهد إخوانه وزملائه الذين وصلوا الليل بالنهار منذ بداية هذه المعركة. لقد رأيناهم بأم عينينا وزرناهم مرارا، فما وجدنا فيهم إلا عزما أكيدا وإصرارا ثابتا على تحرير الأرض وصيانة العرض. فتحية لنسور الجو من أبناء ليبيا الأماجد الذين أبوا إلا أن يضرجوا ترابها بدمائهم الطاهرة الزكية. يحق لنا أن نفتخر بهؤلاء الرجال، هؤلاء الصناديد، هؤلاء الصقور الذين يحلقون في سماء ليبيا. حفظهم الله تعالى، وإن شاء الله تحلق أرواح الشهداء منهم في سماء جنات النعيم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وحسن أولئك رفيقا، وبارك الله فيكم، ومن نصر إلى نصر بإذن الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نزف اليوم شهيدا من شهداء الواجب: عقيد طيار، نوري، عبد العزيز، رمضان التواري، الله أكبر. الذي قدم روحه فداء لهذا الوطن أثناء قيامه بتأدية واجبه الوطني في طلعة طيران استطلاعية نتج عنها سقوط الطائرة بسبب خلل فني. نقف اليوم إجلالا في هذه المناسبة التي يتشرف كل من حضرها بتوديع بطل من أبطال ليبيا، الذي كان مثالا للجدية والأمانة والوفاء لهذا الوطن. إن استشهاد هذا البطل يدل دلالة واضحة على مواقف الرجولة والبطولة والعزة والشرف والتضحية من أجل بناء
دولة مدنية، دولة القانون والمؤسسات، ويكون الجيش مدافعاً عن شعبها وحدودها لا غير. فهنيئاً لك يا نوري، فهنيئاً لك يا نوري هذه المنزلة الرفيعة والدرجة العالية بإذن الله. ونسأل الله تعالى أن يعوض أهلك وبلادك فيك خيرا، وأن يحقق لك وعد الله بنيل الشهادة في الدار الآخرة. منتسبو الكلية الجوية من ضباط وضباط صف وجنود ومدنيين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا أحد أبطالكم، هذا أحد أبنائكم الذين كانوا يذودون عن هذا الوطن، قدم روحه في سبيل هذا الوطن، في سبيل نصرة إخوانكم المجاهدين، في سبيل هذا الوطن. كان رجلا يسهر الليل بالنهار، عمل في عمليات البناء المرصوص، وقد أثبت جرارته في الطيران، فهو طيار مخلص قدير. خسيرته هذا الجمع وهذه الجنود، رحمه الله رحمة واسعة، ونسأل الله له القبول. ادعو له أن يجعل الله من الشهداء وأن يرزقه الفردوس الأعلى. رجل من أبناء ليبيا ومن الجيش الوطني الليبي الحقيقي، الله أكبر، يشهد له من عرفة ومن رآه. وهذه الكوكبة من الضباط الحقيقة لا نقول فيهم إلا خيرا، أدوا الواجب بالكامل وبالإخلاص فيما نرى وبالجدية وبرغم أي إمكانات. منهم طيار الاستطلاع، ومنهم الطيار الحربي الذي يضرب العدو بقنابله وسلاحه، ومنهم أصحاب الصيانة، ومنهم أصحاب التكاء في العمل، وكلهم على ثغر من ثغور بلدنا الحبيب. هذا الرجل الطيار نوري كان من الطيارين ومن الضباط المخلصين، تشهد له المواقف، وهو نبكيه اليوم في مصراتة وفي غريان وفي طرابلس وفي سرت وفي كلية جوية في مصراتة. فالكل يشهد له بأداء عمله وإتقانه وإخلاصه فيه. فجزاه الله عن ليبيا وعن طرابلس وعن مصراتة وعن غريان وعن ثورة 17 فبراير خير الجزاء. وعن الجنود المخلصين، هؤلاء هم الضباط الذين يحق لهم أن ينتسبوا إلى الجيش الليبي الوطني الحقيقي الذي يعرف الكرامة حق المعرفة ويطبقها بعرقه وهو حي وبدمه الزكي الطاهر، نحسبه شهيدا عند الله سبحانه وتعالى. أما الذين يضربون الآمنين، أما الذين يضربون جند الحق، أما الذين يخربون ليبيا، فلا يحق لهم أن ينتسبوا إلى الطيارين ولا إلى أي جيش في أي فرع من فروعه. هؤلاء هم أبطالنا، فجزاهم الله خير الجزاء، شهد لهم جميع بالحق وبالثبات. نسأل الله أن يتقبل جهاده وأن يتقبل روحه طاهرة، وأن يقول له رب العزة الصادق الذي هو أصدق القائلين: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وبالمناسبة هؤلاء هم أهل غريان، هؤلاء هم أهل غريان، وليس الذين استسلموا وانقادوا لذلك الطاغوت الملحد الظالم الأفاك. هذه غريان وهؤلاء رجالها، وهذه مصراتها، وهؤلاء جنودها، وهذه ساحاتها، وهؤلاء الذين يشيعون المجاهدين والشهداء نحسبهم عند الله سبحانه وتعالى. فليبيا لحمة واحدة، ولن تكون إلا بالسواعد مشتبكة مع
شابكة متعاونة. أملنا في الله أن ننتصر في هذه الحرب كما انتصرنا فيما قبلها، وأن ننتصر بالعزة والخير والحق الذي نصب إليه. اللهم ارحم هذا الشهيد وارحم جميع شهداء ليبيا في ساحات الوغى الذين وقفوا مع الحق ضد الباطل ومع الخير ضد الشر. بارك الله حياته وبارك الله موته وبارك الله مقعده في جنات النعيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.